بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام الحبيب محمد بن عبد الله بن شحل درس في كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين إلى أن قال فصل فأول ما ينبغي أن نبدأ به التنبيه على آداب الخطاب اعلم أيها الأخ أن ذوي العقول لا يكتمون على فئلين إلا بعد الروية التامة والفكر الصحيح فلا يخلون شيء من عظم أعمالهم عن قصد ونظر إبادة كان ذلك أو غيرها فلا يفعلون شيئا عبثا ولا عادة ويؤسسون عملهم على المقاصد الصالحة لا سيما في الكلام فإن له أسرارا لطيفة وحكما عجيبة ينبغي لذوي العقول والأفهام أن يتفطنوا لها فلا فينبغي للإنسان أن يؤمل الرأي قبل الكلام فيجعل لسانه من وراء قلبه فلا يكل شيئا حتى يزينه بميزان العقل فإذا وفق العبد لفهم هذا كان هذا مبدأ امره صلاحا وآخره نجاحا وليرفق الإنسان في كلامه ولا يكثر من الكلام وإن كان حسنا فإن الشيء إذا اكثر منه سمج وكذا لا يكون مهدارا ولا صخابا وليقطع الكلام والنفوس تستحليه قبل أن تمجه الأسماء والذي ينبغي للإنسان أن يرعيه ولا يغفل عنه ألا يتكلم بشيء لا فائده فيه كالأشياء القبليه المنقضيه المنقضيه التي لا يتعلق بذكرها غرض مطلوب وأهل المعرفه يسمون هذا النحو من الكلام الكلام الميت وإنما يتفانى في هذا أهل الغفله وأصحاب العقول الضعيفه إنما حسب الإنسان من الكلام ما تمس الحاجة إليه ومنه كلا نصر الخطأ خطأان والكلام في الماضي تضيء زمان ويجتنب من الكلام ما يحرك النفوس ويثير الشرور فان النفوس تطالئ النفوس وبعضها يحس بأحوال البعض فمتى صدر عن الإنسان كلام ظاهره حسن لكنه أن نفس ثائرة وداخيلة سيئة حرك نفس المحادي واثار شرها واعلم ان الاهواء تحرك الاهواء وتثير شرها فالأهواء كامنة في الأنفس كمون النار في الزناد

فلا يؤثر في نفس المخاطب ولا يسوؤه. وهذا الكلام بعينه اذا صدر عن نفس ثائره وضمير سيء ازعج المخاطب وحرك وحرك شره. فليراء الانسان ذلك من نفسه ومن غيره اصلاحا وتسكينا. ومن احسن ما كلا في تبيين سر الكلام قول سيدنا علي كرم الله وجهه. مغرس الكلام القلب ومستودعه الفكر ومقويه الأكل وممته اللسان. وجسمه الحروف وروحه المعنى وحليته الاعراب ونظامه الصواب. واعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين. سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد ذكر لنا المصنف في هذا الفصل اول ما ينبغي ان يبدا به المقبل على الله سالك طريق الاخرة وهو التنبه لاداب الخطاب فاهل العقول لا يقدمون على فعل الا بعد تاني الا بعد فكر لا يفعل الا بعد ما ينظر في عاقبه هذا الفعل لا يتكلم بكلام الا بعد ان ينظر في عاقبه هذا الكلام قد يكون كلامك هذا يترتب عليه حد من الحدود اما تفكر في ذلك يطالبك هذا المخاطب بالحد أه؟ فاذا ما عرفت ولم تتنبه لخطاب المخلوق فانك ستهمل خطاب الخالق سبحانه وتعالى واذا لم تتادب مع المخلوق في الخطاب فانك لن توفق للادب مع الخالق سبحانه وتعالى في خطابه سبحانه وتعالى فلهذا كان السلف الصالح ما يفعلون شيء من قول من فعل ولا يتكلمون بشيء من الكلام الا وينظرون الى المقاصد الحسنه المقاصد الصالحه في ذلك الفعل وفي ذلك الكلام خصوصا في الكلام لأن الكلام خطأه يلزم منه عاقبة الكلام فما يتكلم به الإنسان إما يكون له وإما يكون عليه لهذا قال الشاعر الحبيب عبد الرحمن بن علي عين المكاشفين كل جرح علاجه ممكن ما سوى يا فتى جرح اللسان فإن الجرح لو هذا طعنه بسكين قد يلتئم هذا الجرح وينسى لكن كلمة طعنت بها تبقى هذه الكلمة مثل الجرح الباطني ما يلتئم لا سنة ولا سنتين بل ربما مضى العمر كله والجرح لا زال غائر في الباطن ما نسي ذلك الشخص فرب كلمة أردت إضحاك بها الجلساء لكنها وقعت من غيرك موقعا أذية ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم بكلمة يعني في حق إنسان ثم استهزاء بإنسان أو نحو ذلك ليضحك بها جلساءه هوى في النهار في في جهنم سبعين خريفا والعياذ بالله بكلمة واحدة ليش إما باستهزاء بإنسان أو بتقليد ليضحك بها بحاجة كما يفعلون الآن كثير من الممثلين بعض الشخصيات بحيث لو عرفوا ذلك من يفعل بهم ذلك لشق عليهم ذلك قال فإنه يهوي بها سبعين خريفا أي سبعين سنة في في جهنم والعياذ بالله فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم ها آه آه لما قال ابو ذر يا رسول الله او مؤاخذون على ما نتكلم به قال يا ابا ذر ثكلتك امك وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصائد السنتهم الا كل من اللسان نعم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wassalamu ala alihi wa wa Amma ba'd. Eh, Musannaf di dalam kitab Idha Hasra Ulumul Mukarrabin ini menyebutkan salah satu perkara yang paling awal harus dilakukan oleh orang yang ingin menggapai Ridha Allah. Yaitu menjaga adab di dalam Berbicara, dikatakan di sini orang yang punya akal itu tidak akan melakukan sesuatu, tidak akan berkata sesuatu kecuali setelah dipikir terlebih dahulu. Direnungkan, dipikir, ditata dulu tujuannya, niatnya apa, nanti akibatnya, baik apa tidak. Karena kadang-kadang omongan yang sepilih ini efeknya akan sangat besar, bahkan bisa mendatangkan hubung, hukuman yang berat menurut agama, yaitu hukuman HAD. Ketika seseorang itu tidak bisa menjaga, ada bicara kepada sesama makhluk, tidak bisa menata tata tutur kata yang baik kepada sesama makhluk, maka orang seperti ini tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk bisa beradab di dalam berbicara kepada Allah. Karena itu yang pertama kali dilakukan adalah kita melatih bagaimana adab bicara kepada sesama orang dulu, sesama makhluk. Nah, nanti kita akan bisa e, apa? berdialog dengan baik, berbicara dengan baik ke, de, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini para ulama salaf itu tidaklah melakukan sesuatu dan tidak mengatakan sesuatu kecuali mereka merenung dulu nanti akibatnya baik apa tidak. Ini maslahatnya apa? Saya melakukan hal ini maslahatnya apa? Saya ngomong seperti ini maslahatnya apa? Dipikir dulu. Salah satu salaf yaitu Habib Abdurrahman bin Ali Ainul Mukasifin dalam salah satu bait syairnya mengatakan kullu jurhin ilajuhu mumkinu setiap luka bisa disembuhkan. Masihwa ya fata kecuali luka yang disebabkan oleh omongan. Luka gara-gara pedang, gara-gara apapun bisa untuk diobati, bisa untuk disembuhkan, kecuali luka gara-gara omongan. Lah ini biasanya sulit untuk disembuhkan. Kadang awet sampai bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Kadang-kadang kita nganggap sepele. Kadang-kadang kita nganggap pilih kita ketika kumpul-kumpul bersama orang lain, kita ngomong kalimat maksudnya bercanda, guyon, gojeloki kata orang. Jadi eh, apa? Kita ingin membuat orang-orang tertawa. Ya, mungkin sebagian orang tertawa, tapi sebagian orang sakit hati berkepanjangan gara-gara omongan itu. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang hal ini bahwa kadang-kadang ada seseorang itu mengucapkan kalimat yang dia menganggapnya itu adalah kata-kata yang remeh, kata-kata sepele, tapi justru kata-kata itulah yang justru akan menenggelamkan dia ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Kalimat sepele, kalimat yang mungkin tidak dianggap tidak berarti sama sekali, tidak dianggap sama sekali, itu justru kadang-kadang yang bisa memasukkan seseorang selama 70 tahun ke dalam neraka jahanam. Karena itu jaga apa tutur kata kita bicara kita atau kadang-kadang kita itu apa memerankan apa menirukan gaya seseorang maksudnya biar orang lain ngakak kadang-kadang apa di eh, sebagian artis-artis humor khususnya atau kadang-kadang bukan artis humor ya kita kadang-kadang ketika kumpul sama teman-teman kita menirukan tingkah laku seseorang maksudnya hanya sekedar guyon, tapi itu justru kadang-kadang membuat orang sakit hati dan itu yang menyebabkan pelakunya bisa masuk neraka jahanam selama 70 tahun. Sayyidina Abu Dhar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apakah kita akan dituntut oleh Allah gara-gara omongan kita? Rasulullah menjawab, kamu ini bagaimana Abu Dhar? Bukankah

فكر ثم تكلم، فكر ثم افعل فلا يتكلم بشيء العاقل حتى يزنه بميزان العقل فينظر هذه الكلمه اين بتقع من الموقع فان كانت خيرا تكلم بها والا امسكها فان الكلام ما دام في فيك فانت تملكه فاذا خرج من فيك ما لا كاكا. صرت ملكا لهم ربما اذيت شخصا بكلامك ربما اوقعته في ذم والعياذ بالله فيمسك لسانه عن النطق بالقبيح اذا فكر في في ذلك فلا ينطق الا بحسن بمعنى انه ينظر في عاجبة ذلك الفعل الذي بايفعله يفعله وينظر في عاقبه ذلك الكلام الذي بايتكلم يتكلم به فإذا وفق العبد لهذا الميزان فإن اول امره يكون صلاحا وأوسطه يكون فلاحا وآخره يكون نجاحا اوله صلاح وأوسطه فلاح وآخره نجاح ما شاء الله له هذا الإنسان العاقل آه. فإذا كان العقل قائد فحينئذ لا يكون الإنسان إلا في أمان فالعقل قائد حتى للعلم العقل قائد العلم فلا يفلح عالم عقله وراء علمه وإنما المفلحون من العلماء العاملين كانت عقولهم ربان للسفينة لعلمهم ولفي أمورهم كلها العقل فإنه كرم الله سبحانه وتعالى ابن آدم بالعقل فجعل العقل مزية ابن آدم في قوله تعالى قال بعض المفسرين وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ قال هو بالعقل ولولا العقل لا صرت أنت والحيوان بقية الحيوانات سماء سماء لكن أكرمك الله لكن الجهال المغفلين كثير ما يسعون في إزالة التكريم إما بشرب الخمر وإما بشرب المخدرات وإما بما يزيل العقل بل بعض الأغاني مسكرات بعض الأغاني دوب 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 دوب. <applause> مسكرات عندما يسمعها الشاب في السيارة يمشي بلا شعور بعض الموسيقى من المسكرات إذا سمع الشاب يمشي بلا شعور ولا يهمه إن داس إنسان وإن داس حيوان كذلك يسعى في إزالة عقله وانما تزهو العقول بسماع كلام اهل العقول وتنقص العقول بسماع الم... كلام المجانين ومن لا عقل له ومجالسه السفهاء الاغبياء تنقص العقول فانت ان تريد عقلك يزيد فاسمع كلام اهل العقل واجلس مع اهل العقل وانصت لكلامهم يزداد عقلك فان العقل وهبي وكسبي فالوهب ما يعطيك الله سبحانه وتعالى اياه بلا كسب منك ويزداد هذا الوهب بماذا؟ بالكسب بمجالسة اهل العلم واهل العقل وبالفكر وبالنظر يزداد العقل فلا على الانسان ان يرفق في كلامه ولا يكثر الكلام فإن من كثر كلامه كثر خطأه في الكلام حتى لو كان كلام زين باقوس هذا يتحذر ليه؟ لأن حتى الكلام الزين يملون الناس إذا طال يملون الناس لأن للعقول طاقة فإذا أكثر من الشيء من الخير حتى يملونه الناس فلا ينبغي أن تجعل الناس يملون الخير سواء من موعظة سواء من درس سواء من حتى من تلاوة القرآن هلا فلا تكثر لهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكثر على أصحابه في الموعظة بل كان يتخولهم حينا بعد حين أي وقتا بعده أي وقتا بعد وقت وكذلك لا ينبغي للمقبل على الله وسائر الآخر أن يكون مهذارا أي كثير الكلام فيما لا يعني حتى فيما يعني يتكلم بقدر الحاجة ولا صخابا أي لا يرفع صوته الصوت الرافع هذا قال محمد صلى الله عليه وسلم ألا بعثت هاديا بعثت بشيرا ولم أبعث صخابا في الأسواق ولم أبعث سبابا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق الصخاب الذي يرفع صوته وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير بل هذا نهى الشارع عن رفع الصوت آه، أنا لا يرفع صوته الا حيث ينبغي رفع الصوت كما يريد ان ينقذ شخص فيناديه بصوت عالي كما امر سيدنا العباس النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما فر كثير من الصحابه في غزوه حنين عندما هلت السهام عليهم كالمطر فقال نادي اهل البيعه ناديهم كيف تهربون فناداهم وكان صيطا سيدنا العباس حتى يبلغ صوته ثلاثة أميال من قوته فلما سمعوا صوت هذا النداء عادوا كما يعود النحل إلى يعسوبه إلى بيته ولم يبالوا بأسهم تنهال عليهم حتى وقع لهم النصر من الله عندما سمعوا نداء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم seyogyanya orang yang berakal itu menjadikan lesannya di balik akal artinya akal yang harus dikedepankan e, hati yang harus dikedepankan lesan ada di belakang jangan sebaliknya lesan ada di depan akalnya di belakang jadi artinya apa kita harus mikir dulu gunakan akal dulu pikir dulu baru ngomong bukan sebaliknya ngomong dulu baru mikir ini karakter orang bodoh ini Ngomong dulu, baru mikir. Karena apa? Karena ucapan selama masih ada dalam mulut belum keluar, maka kita bisa menguasai omongan itu. Jadi, kalau kita punya omongan masih di dalam mulut belum dikeluarkan, kita bisa menguasai omongan itu. Tapi, kalau omongan sudah keluar dari mulut, justru kita yang akan dikuasai omongan. Kita tidak akan bisa mengendalikan, sudah kita yang akan dikendalikan oleh omongan itu. Karena itu, hendaknya kita menjaga mulut kita jangan pernah mengucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk. Ketika seseorang mendapatkan bantuan dari Allah untuk bisa melakukan hal ini, untuk bisa menjaga lesannya, maka segala urusannya, permulaannya itu baik, tengah-tengahnya keberuntungan, dan akhirnya adalah kesuksesan. Jika, kapan itu? Jika bisa menjaga lesan. Segala urusannya, awalnya akan baik, pertengahannya keberuntungan akhirnya adalah kesuksesan ketika akal itu bisa mengendalikan bisa menjadi pengendali bagi seseorang bisa mengontrol tingkah laku dan ucapan seseorang maka orang itu akan berada, selalu berada di dalam keamanan kemanapun dia akan aman nah, karena memang apa akal itu memang harusnya dijadikan pemimpin yang mengatur seluruh anggota badan kita termasuk lesan kita bahkan ilmu sekalipun itu harus dikontrol dengan akal karena itu tidak akan beruntung orang yang alim banyak ilmunya tapi nggak punya akal jadi akalnya tidak bisa mengontrol dia walaupun ilmunya banyak tidak akan beruntung dia orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa menjadikan akalnya sebagai nahkoda sebagai kapten untuk seluruh anggota badannya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lakot bani adam sungguh betul-betul telah aku muliakan manusia dengan apa Allah memuliakan manusia dibanding makhluk yang lain? Dengan akal, kalau seandainya manusia tidak punya akal, sama aja dengan binatang, nggak ada bedanya. Anehnya, manusia ini sudah diberi kemuliaan oleh Allah, yaitu dengan akal. Akan tetapi banyak kita menyaksikan orang-orang, sebagian orang itu berusaha menghilangkan kemuliaan ini. Yaitu berusaha menghilangkan akal dengan mengkonsumsi minuman keras, dengan mengkonsumsi narkoba, atau bahkan dengan mendengarkan musik karena sebagian musik itu ada yang membuat akal kita itu tidak bekerja sebagaimana kita saksikan sebagian orang nyupir mendengarkan musik dangdeng 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 dang. itu dia akalnya kayak tidak bekerja akhirnya dia ngawur nyopirnya nah, sebagian musik begitu bisa menghilangkan akal atau minimal mengurangi akal termasuk yang bisa mengurangi akal kita jadi mengurangi kerja akal kita adalah sering kumpul dengan orang-orang goblok Sering kumpul dengan orang-orang bodoh, ini akan harta kita cerdas, bakal berkurang akal kita. Yang bisa menambah akal apa? Yaitu, sering kumpul dengan orang-orang yang berakal, sering kumpul dengan orang-orang yang berilmu, mendengarkan perkataan mereka, digunakan, mikir, merenung. Itu bisa menambah akal kita. Akal itu ada dua macam: ada akal yang memang sudah pemberian dari Allah, jadi kita lahir, kemudian dewasa, sudah ada akal itu. Ini modal dari Allah Akal yang dasar ini Bisa bertambah Bisa bertambah cerdas Dengan cara apa? Dilatih Caranya yang sering digunakan untuk mikir Sering digunakan untuk merenung Sering kumpul orang-orang soleh Orang-orang berilmu Mendengarkan nasihat mereka Itu yang bisa menambah kecerdasan akal Kembali ke depan lagi Hendaknya setiap orang itu Jangan banyak bicara walaupun baik, apalagi omongan yang jelek atau omongan yang nggak berfaedah, walaupun omongan yang baik, jangan terlalu banyak bicara. Wala, baik, walaupun itu pengajian atau ceramah, jangan terlalu banyak bicara, walaupun baik. Karena apa? Akan membosankan. Setiap orang pendengar itu, walaupun mendengarkan kata-kata yang baik, akal mereka terbatas. Kalau udah kebanyakan dinasehati, malah mereka itu muak mereka tidak senang. Ya, karena itu walaupun ucapan yang baik, jangan apa? Jangan terlalu banyak ngomong. Karena itu Rasulullah SAW itu tidak keseringan ngasih mau itu ceramah kepada sahabatnya enggak. Nabi itu tidak sering ngasih mau tidak sering ceramah kepada sahabatnya, tapi kadang-kadang. Jadi Nabi ngasih mau itu atau ceramah pada para sahabat kadang-kadang. Dan yang termasuk yang harus kita jaga adalah jangan pernah lesan kita mengucapkan kalimat yang jelek dan jangan pula mengangkat suara. Jangan senang mengangkat suara. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku diutus oleh Allah sebagai pemberi petunjuk. Bukan orang yang senang jerit-jerit, bukan orang yang senang mengangkat suara di pasar-pasar atau di jalan-jalan, ndak Gitu. Dalam Al-Quran dikatakan wa inna angkarul aswati sutul hamir termasuk suara yang paling jelek adalah suaranya keledai, suaranya himar, nadanya tinggi. ndak tidak suka itu. Jadi mengangkat suara itu termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Kecuali kalau ada keperluan. Misal kita mau menyelamatkan orang, ada orang sedang lalai, hampir terjatuh ke dalam sumur atau hampir ketabrak kendaraan dia lalai enggak nggak tola tole tiba-tiba nyebrang. Ya kita harus jerit untuk menyelamatkan dia. Gitu. Kalau ada keperluan tidak ada masalah. Sebagaimana dulu pernah ketika dalam peperangan umat Islam ini hampir kalah. Jadi panah dan tombak dari pasukan kafir itu terus ber apa berdatangan bertubi-tubi menuju pasukan Muslim. Akhirnya pasukan Muslim itu kacar kacir. Akhirnya banyak yang lari dari pasukan Muslim. Rasulullah SAW kemudian menyuruh Sayyidina Abbas radhiyallahu untuk memanggil mereka. Sayyidina Abbas ini terkenal orang yang suaranya kenceng, orang yang kuatnya luar biasa, suaranya kenceng. Akhirnya Sayyidina Abbas menjerit memanggil pasukan itu untuk kembali. Suara Sayyidina Abbas ketika menjerit terdengar sampai jarak 3 mil tanpa pengeras suara. Sampai jarak 3 mil Akhirnya pasukan muslim semuanya kembali Dan akhirnya pasukan muslim mendapatkan kemenangan dari Allah SWT wa Wal asma' تستحلي الكلام الطيب فينبغي للإنسان أن يمسك عن الكلام الطيب ما دامت الاستماع تستحليه قبل أن تمل فإن لها طاقة قبل أن تمل يمسك وليمسك عن الكلام العقيم العقيم المرأة العقيمة التي لا تلد كذلك هناك سلام اسمه كلام عقيم لا يفائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة أو تتكلم مع واحد هذا الشخص الكلام معه لا فائده فيه لا يستفيد منك ولا تستفيد منه لا في علم دين ولا في علم دنيا هذا كلام عقيم ولا يقبل النصيحه منك كلامك معه كالعدم يقولون العارفين الكلام الميت ميت الكلام الميت <applause> هذا كلام ميت هذا تتكلم به مع انسان ما يسمع النصيحة ولا يسمع الكلام ينبغي الإنسان أن يتجنب الكلام الذي لا فائدة منه نعم يسمون هذا الكلام الميت من الذي يخوض في الكلام الميت والعايم هم هل الغفلة الغفلة الذين غفلوا عن الله عن ذكره وعن حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلهذا تجد أكثر العوام أهل العقول الضعيفة يخوضون في هذا الكلام الميت إيش اليوم أخبار السياسة إيش أخبار آه الرياضة آه؟ إيش الفريق من الفريق الزايد آه؟ إيش أخبار كورونا هذا كلام فاسد كلام لا يخوض به ضيع كلام وقال هنا ودخل هنا وبعدين يطلع الذي في الإعلام والغالب الذي في الإعلام في التي في في الراديو تسعين في المئة كذب وعشرة في المئة صح يكون فيه صدق لأنه إعلام مبرمج كله من الخارج ليس هو فيه من الصدق إلا العشر إن إن صدق ذلك العشر عاده وفي العشر شك وفي العشر شك فيضيعون أوقاتهم فيما لا طائلة في حديث سياسات في حديث انتخابات في حديث مباريات في حديث مغنيين ومغنيات ضيعوا أوقاتهم ليش؟ ها لا يتكلم الإنسان إلا بما يعود عليه بالنفع إما نفع ديني أو نفع أو نفع دنيوي لهذا قيل نصر الخطأ خطأ نصر الباطل باطل ها نصر الباطل باطل بعض الناس يقول تعال بنضيع وقت الناس يشترون الوقت وتقول تعال بنضيع وقت الآن الناس في بيوتهم نزل بهم وباء والعياذ بالله من حق الإقبال على التوبة والاستغفار والرجوع للعزيز الغفار سبحانه وتعالى لا جالسين في بيوتهم يلعبون بالوئة تك 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 مراسلات مراسلات وئة والشباب خرجوا من المدارس وعطلوا المدارس وقعدوا يلعبون بلاي ستيشن إلى آخر الليل بعد صلاة الفجر ما صلوا بعد الإشراق الى اخر الليل يلعبون بلاي ستيشن اسمه بليس سموه بليس يعني انتبه منه هذا بليس هذا من انواع الاباء تيشن زيدوا زي عليه تيشن يعني اسمه تيشن بليس نما تيشن <applause> يلعبون طول الليل بلاي ستيشن حتى الاصدقاء كانوا يتجمعون للحديث الاطباء يتكلمون في طبهم طلبه العلم تكون في مسارس العلم صار الله كله حديث العقيم حديث الغفلة مع الوياه أو مع التواصل نحن نسميه التقاطع الاجتماعي التقاطع الاجتماعي يتواصل وإذا فرغ من هذا يا بالبليستيشن، تك 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 طيب لو لعبنا بالبلاي عشر سنوات إيش بيخرجنها بيخرجنها دكاترة بيخرجنها علماء لا والله بيخرج إلا الناس مغفلين لا عقل لهم كثرة النظر في هذه الأجهزة لا تذهب العقل قد عرف ذلك الغرب فتجنبوه الان ونحن عادها ما عرفنا الا, ألا نعتبر بمن هم من ابتكر هذا وعرفوا عاقبته الذميمه وفساد عائلتهم بسببه فذكبوا وتركوا ذلك واجتمعوا ثاني مره على حالتهم لاجتماع الاسره ونحن ما اعتبرنا بهم فقلدناهم في المضرات ولم نقلدهم فيما فيه نفع لنا anfusina ولأهلينا هذا كله أحوال لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم Pendengaran semua orang itu akan menikmati omongan-omongan yang baik. Jadi ketika ada perkataan yang baik, itu pendengaran setiap orang akan menikmati. Tapi kalau nggak kebanyakan, kalau kebanyakan akan bosen, karena itu hendaknya setiap orang, walaupun berbicara baik, itu jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu lama. Kenapa? Itu akan membuat orang bosen. Hendaknya orang yang berkata-kata, berbicara, walaupun perkataan yang baik, menghentikan omongannya sebelum pendengar itu bosen. Dan juga, hendaknya setiap dari kita itu menjaga lesan, jangan. Pernah berkata-kata dengan perkataan yang mandul, sebagaimana ada perempuan mandul, yaitu yang tidak bisa memiliki keturunan. Ada perkataan yang mandul, apa perkataan yang mandul? Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, baik faedah dunia atau faedah akhirat. Dan juga, hendaknya setiap kita jangan pernah berbicara dengan orang yang tidak mau mengambil nasihat, tidak bisa dinasehati. Orang kalau diomongi tidak akan mengambil faedah dari omongan itu. Walaupun ngomong baik, jangan kita bicara dengan orang seperti ini. ada kadang-kadang sebagian orang seperti itu. Tidak bisa dinasehati sama sekali. Ya udah, tidak usah dinasehati buat apa? Buang-buang waktu. Itu termasuk omongan yang tidak ada faedahnya karena itu harus dihindari. Atau ada juga salah satu bentuk omongan ini, omongan mayit, omongan yang mati tidak bernyawa yaitu apa? omongan-omongan yang tidak ada faedahnya. Omongan-omongan yang tidak ada faedahnya, yang ngomong-ngomong gini biasanya orang-orang awam, yang kurang kerjaan, itu biasanya senengannya ngobrol-ngobrol masalah itu. Setiap hari yang dibahas berita politik, berita olahraga, berita artis, penyanyi, atau berita corona tiap hari ngikuti berita corona. Ini termasuk omongan-omongan yang nggak ada faedahnya. Omongan tidak bernyawa ini, omongan mayit. Karena perlu kita ketahui kata beliau. Berita yang ada di media itu 90%-nya hoak. 90%-nya bohong. Jadi berita-berita yang ada di media 90%-nya hoak. Yang 10% mungkin jujur, mungkin bohong. Jadi masih meragukan itu berita media karena itu tidak ada faedahnya kita setiap hari mengikuti berita politik berita corona itu banyak bohongnya banyak yang hoax karena itu apa hindarkan kita dari berita-berita semacam itu nggak ada gunanya apalagi habis baca berita dibahas sesama teman ini omongan tidak ada faedahnya buat apa nggak ada faedahnya Janganlah kita itu berbicara kecuali sesuatu dengan omongan yang bermanfaat baik untuk agama kita atau untuk dunia. Membantu kesalahan, ini adalah kesalahan. Membantu kebatilan adalah kebatilan. Membantu penyebaran hoak juga hoak. Sekarang gara-gara ada corona, banyak orang hanya ada di rumah tinggal di rumah nggak keluar keluar rumah harusnya di dalam rumah sibuk ibadah kepada Allah berdoa kepada Allah istighfar bertobat kepada Allah enggak semua orang sibuk dengan wa nya masing-masing para pemudanya sekolah diliburkan semua aktivitas di luar diliburkan apa yang dilakukan di rumah apakah melakukan sesuatu yang berfaedah enggak rata-rata dari mereka hanya main PlayStation Gitu. Kalau dalam bahasa Arab P itu berubah jadi B. PlayStation jadinya PlayStation. Blaze, Blaze ini ya dari dari iblis. Jadi <laughs> iblis ditambah PlayStation. <laughs> jadi apa? Pemudanya sibuk PlayStation sampai apa? E, larut malam. Habis itu tidur di penghujung malam, subuh nggak bangun. Sholat subuhnya setelah siang, setelah terbit matahari. Apa faedahnya PlayStation? Kalau sekarang para pemuda ini sibuk PlayStation 10 tahun, apakah bisa jadi dokter? Apakah bisa jadi orang alim? Enggak. Jadi orang yang punya akal. Ngalor ngidul itu penggabiannya. Itu akan menghasilkan generasi riwa-riwi ngalor ngidul. Yang enggak punya pikiran, enggak punya akal, enggak punya manfaat untuk dunia ataupun akhirat. Orang-orang barat. Itu sudah menyadari hal itu, karena itu orang Barat menggunakan kesempatan mereka diem di rumah, di rumah saja tidak kemana-mana. Mereka memanfaatkan itu untuk kembali merapatkan hubungan keluarga, jadi menjalin keakraban di dalam keluarga. Kita yang orang-orang Islam malah apa, belum sadar-sadar juga. Orang barat sudah sadar, kita niru orang barat, mereka sudah sadar, kita tidak ikut sadar. Ngikuti yang apa kesalahan mereka yang dahulu. Orang barat dulu renggang hubungan keluarganya gara-gara diantaranya ya kesibukannya, gara-gara uh, HP-nya. Sekarang mereka sudah mulai sadar, lagi. kita tidak sadar-sadar ya umat Islam ini. Nah, no. <tuh> di هذا الخوض فيما لا يعني وهذا كله من تضييع الوقت فمن يصبح الصباح ياخذ الجريده ويقرا فينظر ما هي الاخبار او يفتح التي ويسمع القنوات الكاذبه ويقول متبجحا من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه ليس في في غير محله انما هذا من الخوض فيما لا يعني مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهتمامك بامر المسلمين تقوم في اخر الليل تتذلل لله وتنكسر لله وتوحد الله وتدعو الله برفع البلاء عن الاسلام والمسلمين هذا اهتمامك بامر المسلمين اذا سمعت في اي بلاد في بلادك او في اي بلاد من بلاد الاسلام المسلمون كلهم شيء واحد تدعو لهم برفع البلاء ان نزل بهم طاعون ان نزل بهم غلاء ان نزل بهم غير ذلك من الامراض تدعو الله سبحانه وتعالى لهم هذا اهتمام وليس حملك الجريده فان قراءتك للجريده في الصباح وفتحك التيفي او متابعه وسائل التقاطع الاجتماعي هذا مما يمسخ الرزق ويذهب بركه الرزق اذا استعملته في اول النهار كما ورد ذلك في حديث حبيب المختار صلى الله عليه واله وسلم في قوله الصبحه تذهب الرزق وفي روايه الصبحه تذهب بعض الرزق وما معنى الصبحه معنى الصبحه ان تشتغل باول يومك بغير طاعه لله مرضيه له سبحانه وتعالى مثال ان تشغل اول يومك بتيفي او بغير ذلك من الملاهي التي تجردت عن النور كالجرائد والمجلات فانها لا نور فيها ولا بركه فيها وانما يطالعها الانسان الذي هو خالي الذهن فيملي ذهنه بشيء لا يعرفه هو حقيقه او خيال لكن هذه كتب اهل النور اذا اردت ان تملي ذهنك وقلبك نور فطالع كتب اهل النور

melakukan sesuatu atau membahas sesuatu yang tidak penting menyia-nyiakan waktu buang-buang waktu salah satu contohnya pagi-pagi masih peteng yang dibaca koran majalah lihat berita di TV ini golongan sesuatu yang nggak penting ini sebagian lagi dalil udah melakukan sesuatu yang nggak penting salah sih dalil dengan bangganya mengatakan bahwa bawa hadis nabi lagi dengan bangganya mengatakan Membawa hadis Nabi malam, mu'minin falaysa mukminin. Orang yang tidak perhatian tidak peduli dengan urusan sesama Muslim, maka tidak termasuk golongan orang Muslim. Benar, Rasulullah mengatakan begitu. Orang yang tidak perhatian kepada hal-hal yang melanda sesama Muslim, maka tidak termasuk golongan Muslim. Benar, tapi dalil bahwa hadis ini untuk kita mengikuti berita-berita setiap pagi ini, nggak tepat. Kalau memang Anda perhatian, betul-betul perhatian, punya perhatian kepada sesama muslim, bangun di malam hari. Beribadah kepada Allah. Memohon kepada Allah, bersimpuh kepada Allah. Berdoa, minta dengan sungguh-sungguh dari dalam hati yang paling dalam. Agar supaya wabah atau musibah, bencana yang menimpa umat Islam segera diangkat oleh Allah. Segera dihilangkan oleh Allah. Apakah itu wabah penyakit, ataukah naiknya harga segala macam kebutuhan itu kalau memang perhatian kepada sesama muslim itu yang harus dilakukan bukan ngikuti berita ngikuti berita atau ngikuti berita di share ngikuti share, baca share baca share apa faedahnya nggak ada faedahnya manfaat apa yang akan didapatkan oleh umat islam dari uh, apa apa yang kita lakukan seperti itu Baca koran di pagi hari, nonton berita TV di pagi hari, itu termasuk sesuatu yang bisa menghalangi rizki untuk sampai pada kita, atau minimal menghilangkan barokahnya rizki, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Subha tutut hibur rizik, itu. subha itu bisa menghilangkan rizki, subha, bisod. Bisod. As -subha. subha itu bisa menghilangkan rizki, sebagian riwayat bisa menghilangkan sebagian rizki." Apa itu subha? Subha itu adalah kita di pagi hari itu melakukan sesuatu, sibuk melakukan sesuatu yang bukan perbuatan toat kepada Allah. Jadi eman-eman waktu pagi itu gunakan untuk toat kepada Allah. Agar supaya rezeki kita lancar atau barokah. Tapi kalau pagi hari melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, baca koran, lihat berita di TV, maka ini akan menghalangi rezeki kita atau minimal menghilangkan barokah rezeki kita. Orang yang senang baca koran itu orang yang pikirannya kosong, nggak ada isinya, bingung mau diisi apa. Akhirnya diisi, tidak tahu apakah ini manfaat apa enggak. Itu. Yang bermanfaat untuk akal kita, untuk mengisi akal kita, ya kitab-kitab semacam ini, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang hatinya dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedalikan bagi kita, kalam, فإن النفس تقابل النفس إذا قابلت النفس النفس أثير هناك الشر والعياذ بالله وقد يكون الكلام حسن والكلام جميل لكنه خرج من لسان شخص نفسه شريرة لا يريد الخير فلهذا هناك نفوس شريرة يسقيها ذلك الكلام حسن شرا ولو خرج من لسان شخص له قلب سليم لأثارت من القلوب السليمة الخير ومات فيهم الشر لكن إذا تكلم بكلام حسن ذو نفس شريرة لم يستفد من كلامه إلا تغذية لأهل النفوس الشريرة فالنفس تقابل النفس أي نفس المتكلم تقابل نفس المخاطب فيتكلم الإنسان بقلب سليم يبلغ ذلك الكلام وينتج خيرا في المخاطبين وإن تكلم بنفس لئيمة خبيثة شريرة قوبلت بالنفوس الشريرة وحركت الشر في تلك النفوس فكان في كلامه شر وإن كان ظاهره حسن فليحذر الإنسان من ذلك ولا حاجة يتكلم فيما مضى الزمان الماضي إلا إذا كان في ذكر الماضي اعتبار والدكار لا بأس وإلا فإنه تضيع زمان تضيع زمن وانت اعز شيء عليك وقتك لان وقته هو عمرك وعمرك راس مالك فحافظ على وقتك فكل نفس من انفاسك جوهره لا قيمه لها فحافظ عليها تدرك كل خير في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله سبحانه وتعالى فان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم امرنا بعمارة أوقاتنا بما فيه صلاح أحوالنا بما فيه سلامة عاقبة أمرنا في دينا ودنيانا وأخرانا Kemudian juga yang harus diperhatikan baik-baik Hendaknya setiap kita itu menjauhi setiap ucapan Yang bisa membangkitkan amarah orang lain jadi hindari itu omongan-omongan yang bisa membangkitkan kemarahan orang, amarah orang. Walaupun itu omongan baik. Harus dihindari omongan-omongan seperti itu. Karena apa? Omongan itu kadang-kadang dohirnya baik. Dohirnya baik. Tapi kalau keluar dari hati yang kotor akan membangkitkan kemarahan orang. Sebaliknya, omongan yang baik kalau keluar dari hati yang baik akan membuat orang lain sadar. Omongan yang baik kalau keluar dari hati yang baik akan membuat orang lain sadar. Tapi, omongan yang sama yang baik kalau keluar dari hati yang kotor, yang dipenuhi dengan kebencian ini, di, kalau disampaikan, walaupun gayanya sama, akan membangkitkan amarah. Karena itu pertama yang harus dilakukan hindari ucapan-ucapan yang bisa membangkitkan amarah orang lain. Kedua, kalau mau ngomong ditata dulu hatinya. Jadi omongan yang baik sebelum kita ucapkan ditata agar supaya hati kita baik dulu. Jadi kita menyampaikan omongan yang baik itu didasari oleh niat yang baik. Bukan didasari oleh karena meluapkan amarah atau apa. Karena apa? Efeknya tidak bakalan sama. Efeknya bakalan beda. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, jangan pernah kita bahas-bahas sesuatu yang telah berlalu. Bahas-bahas masa lalu enggak usah, kecuali untuk mengambil pelajaran. Kalau enggak enggak ada gunanya. Ini hanya buang-buang waktu. Padahal waktu itu adalah sesuatu yang paling mahal bagi setiap orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menghidupkan waktu kita, mengisi waktu kita dengan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan baik ke, di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Wallahu yuslih ya wa alaikum insyaallah ya wa ana tabi' li ma Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa nufusana wa yukhallihu 'an kulli khuluq dhamim wa bi kulli khuluqin hamidin karim. واجعل نفوسنا مطمئنه راضيه مرضيه يا رب العالمين. يغنينا بفضله عمن عم سواه، يلهمنا العلم، ارزقنا العمل بالعلم، ارزقنا فهم المرسلين، لهم الملائكه المقربين. يشرح صدورنا ما شرح بصدور عباد الصالحين، ويخلقنا باخلاق الصالحين، ويبعد عنا شر الظالمين، ولا يجعلنا لا ظالمين ولا مظلومين. ويشغل الظالمين بالظالمين ويخرجنا منهم سالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم يرفع عنا كل أذية وكل بلية وكل شكية بجاه النبي محمد خير البرية ويمن علينا وعليكم كل عطية ويجعل جميع حاجاتنا وحاجاتكم مقضية بجاه النبي خير البرية إنه على ما يشاء قدير بجبل جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله وسلم والحمد لله, والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الضالين آمين آمين يا جواد يا كريم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي يا اول الاول ويا اخر الاخر المحبين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين